من الأفضل لك أن تجلس لمشاهدة التالي. 10 أشياء يفعلها الأمريكيون تحير العالم. الولايات المتحدة معروفة بأنها أرض الأحرار وموطن الشجعان، ولكنها أيضا موطن لبعض العادات التي تسبب إرباكا شديدا للأجانب. هل تعرف العادات التي يجب عليك تركها قبل أن تسافر إلى الولايات المتحدة؟ تابع القائمة التالية حول الأشياء التي يقوم بها الأمريكيون والتي تحير بقية العالم. سيساعدك هذا على تجنب بعض المواقف المحرجة في الخارج. سنخبرك عن كل شيء، ولكن قبل أن نبدأ تأكد من النقر على زر الاشتراك وتشغيل الإشعارات، والآن ستصبح من أوائل من يشاهد فيديوهاتنا على الجانب المشرق. سنبدأ العد التنازلي من رقم 10. لا يوجد نظام متري. بقية دول العالم معتادة على استخدام المتر للقياسات، والكيلوغرام للوزن، واللتر للحجم، والمئوية لدرجة الحرارة، ولكن ليس الولايات المتحدة الأمريكية. لا تزال 3 بلدان فقط في العالم تستخدم نظام القياس الإمبراطوري: ميانمار وليبيريا والولايات المتحدة. حاولت الولايات المتحدة التحول إلى النظام المتري مرة من قبل، وفيما يلي درس تاريخ قصير لإخبارك بما حدث. أقر الكونغرس الأمريكي قانون 1975 للتحول للنظام المتري في عام 1975 بالطبع، وتم إنشاء المجلس الأمريكي للنظام المتري لتنسيق وتخطيط الاستخدام المتزايد للنظام المتري في الولايات المتحدة. كان القانون اختيارياً، وعلى الرغم من محاولة المجلس الأمريكي للنظام المتري تطبيق هذا النظام، إلا أن عامة الشعب الأمريكي تجاهلوه بشكل كبير. بحلول عام 1982 كانت الخطط للتحول إلى النظام المتري قد ماتت، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد لا تعترف بالنظام المتري كنظام قياس رسمي، إلا أنه يتم استخدامه بكثرة. العداؤون على معرفة بسباقات 5 كيلومترات، وبعض النبيذ يأتي في زجاجات بسعة 750 مللتر، وتصنع السيارات الأمريكية بالقياسات المترية. من مزايا هذا المزيج بين النظام الإمبراطوري والمتري هو أن المسافرين الأمريكيين لديهم معرفة أكبر بنظم القياسات. والآن لننتقل إلى النقطة التالية، رقم 9. تعديل طلبات المطعم. في أمريكا من المعتاد طلب استبدال أو إضافة أو تغيير في طلب قائمة الطعام. على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد بطاطس مقلية مع وجبتك، يمكنك تبديلها ببطاطس مهروسة أو خضار. لكن بعض الثقافات الأجنبية التي تفخر كثيرا بطعامها تعتبرها قلة ذوق إذا رغب أمريكي في استبدال طبق أو طلب صلصة مختلفة أو طلب إزالة أحد مكونات الطبق. ترفض بعض المطاعم في الولايات المتحدة عمل أي تبديل أو إضافات ما لم تكن هناك قيود غذائية أو حساسية للطعام. إذا كنت أمريكياً تخطط لرحلة بالخارج، هذا هو الوقت الأنسب لتطوير معرفتك بأداب تناول الطعام هناك. رقم 8. فترة الإجازة. يحلم الأمريكيون مثل باقي العالم بأخذ استراحة من العمل، ولكن لسوء الحظ يحظى الأمريكيون بأيام إجازة قليلة للغاية مقارنة ببقية العالم. بعد عام من العمل يحصل الموظفون في أستراليا والاتحاد الأوروبي على إجازة إجبارية مدفوعة الأجر لمدة 20 يوماً، وهذا هو الحد الأدنى. ويمنح بعض أصحاب العمل عمالهم 25 يوماً بدلاً من 20. وحول العالم تضمن النمسا لعمالها أطول فترة إجازة ب 22 يوم إجازة مدفوعة الأجر و 13 يوم عطلة مدفوعة الأجر، بمجموع كبير مقداره 35 يوماً في السنة. تلي النمسا مباشرة البرتغال وألمانيا وإسبانيا. من ناحية أخرى، يبدو أن العمال الأمريكيين يحصلون على عدد قليل للغاية. يحظى 30% من العمال الأمريكيين ب5 إلى 9 أيام إجازة في السنة، و 38% منهم يحصلون على 10 إلى 14 يوماً، و 16% على 15 إلى 19 يوماً، 8% يحصلون على أقل من 5 أيام، و 2% محظوظون بالحصول على أكثر من 24 يوماً. هذا يعني أن الغالبية العظمى من الأمريكيين يحصلون على 10 إلى 14 يوماً من الإجازة فقط. وبسبب عدم وجود قانون في الولايات المتحدة ينص على أن الإجازة إلزامية، لا يحصل 1 من كل 4 أمريكيين على يوم إجازة واحد. رقم 7.
هل يمكنني الحصول على علبة لباقي الطعام من فضلك؟ لا يأكل بعض الأمريكيين في المطاعم سوى في المناسبات الخاصة، فيما يرتاد البعض الآخر المطاعم بشكل متكرر عدة مرات في الأسبوع. ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل، تنفق الأسرة الأمريكية المتوسطة 3,000 دولار على تناول الطعام في المطاعم سنوياً. أحد الأعراف الأمريكية الشائعة هي طلب تعبئة بقايا الطعام. القيام بذلك في بلد أجنبي قد يتسبب بالاستياء. طلب علبة لبقايا الطعام هو ممارسة شائعة، لأن أحجام الأطباق تميل إلى أن تكون أكبر في الولايات المتحدة عنها في أجزاء أخرى من العالم. وقد تضاعفت أحجام أطباق الطعام في أمريكا أو زادت 3 مرات خلال 20 سنة الماضية. لا يمكن لجميع الأمريكيين تناول كمية كبيرة من الطعام في جلسة واحدة، وتعتقد العديد من الثقافات أنه ينبغي تناول الطعام بمجرد أن يصبح جاهزاً، وأن تعبئته وأخذه للمنزل يفسد جودته. في فرنسا على سبيل المثال، ترفض العديد من المطاعم تعبئة الطعام. نشأ بعض الأوروبيين على الاعتقاد بأنه من الوقاحة ترك أي طعام على الطبق، لكن في بعض الدول قد ينظر إلى طلب كيس لبقايا الطعام وعدم تناول كل شيء على طبقك كإيماءة وقحة، أي ما يعادل عدم قولك شكراً. رقم 6. البقشيش. في أمريكا، بسبب أن النوادل يحصلون على أجر صغير، من المعتاد ترك بقشيش بنسبة 15-20%. في أوروبا ومعظم الدول الآسيوية يتم إدراج رسوم الخدمة لتناول الطعام في مطعم في الفاتورة. البقشيش في دول مثل الصين واليابان غير موجود نهائياً. يمكنك دفع بقشيش لدليلك السياحي في الصين، ولكن في الصناعات الأخرى ينظر إليه على أنه وقاحة، وقد يكون غير قانوني حتى. إذا كنت مواطناً أمريكياً مسافراً للخارج، تحقق من آداب البقشيش في الدولة التي تزورها حتى تتفادى أي مواقف محرجة. رقم 5. قوانين الكحول. يتساءل بعض الأمريكيين الذين يبلغون 18 عاماً عن السبب في كون عمرهم لا يسمح لهم بشرب الكحول، على الرغم من أنه يؤهلهم لدخول الجيش، وهذا سؤال جيد. في أوروبا ومعظم الدول الآسيوية، السن القانوني لشرب الكحول في معظم الدول العالم هو 18 أو 19. أما في الولايات المتحدة إلى جانب بعض الدول مثل سريلانكا وساموا والكويت، فإن السن القانوني للشرب هو 21. لذلك إذا كنت مسافراً إلى الولايات المتحدة وكنت دون سن 21، لا تتوقع أنك ستتمكن من شراء بيرة. قوانين الشرب صارمة، وعليك إبراز الهوية لشراء الكحول وإثبات أنك في السن القانوني. رقم 4. تنوع السلع. ينبهر الأجانب بتنوع السلع التي تباع في محلات السوبر ماركت والصيدليات الأمريكية، وغالباً ما تصمم محلات السوبر ماركت الأجنبية لتوفير الطعام وعدد قليل من الضروريات المنزلية، فيما تقدم المتاجر الكبرى الأمريكية مثل وول مارت مجموعة كبيرة من الأطعمة والأثاث وأدوات السيارات وأدوات تحسين المنزل والملابس، يتم تصميمها لتكون متجراً يتضمن كل شيء للعملاء. ولكن الكم الهائل من خيارات معاجين الأسنان والشامبوهات قد تكون محيرة لشخص غريب. وفقاً لمعهد التسويق الغذائي، احتوت المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة على حوالي 9,000 سلعة بقالة في التسعينيات، مقابل 40-50,000 الآن. كما تحتوي الصيدليات على أكثر بكثير من مجرد أدوية. قد تبدو بعض الصيدليات في الولايات المتحدة كمراكز تسوق صغيرة، حيث يمكنك التسوق للحصول على الأدوية وسلع البقالة وطباعة صورك الرقمية وشراء هدية لشخص ما وشراء مشروبات كحولية إذا كنت فوق 21 والحصول على اللوازم المكتبية. رقم 3. رفع الإبهام كإشارة على الرضا. قد يعتقد الأمريكيون أن رفع الإبهام هو إشارة إيجابية عالمية، بمعنى أحسنت أو كل شيء جيد، ولكن لا تستخدم هذه الإشارة في أستراليا أو اليونان أو الشرق الأوسط، لأنها طريقة وقحة لإخبار أحدهم للغروب عن وجهك. قد تعتقد أن الإشارة إلى شيء ما هو أمر مقبول، ولكن ليس في الصين، فهذه الإشارة تعتبر وقحة للغاية. قد تتحمس عندما تستمع إلى أغنيتك المفضلة وتعمل حركة أصابع القرن، ولكن في بعض الدول مثل البرازيل وكولومبيا والبرتغال تستخدم أصابع القرن لإخبار أحدهم أن زوجته تخونه. يا إلهي، إذا كنت مسافراً
من الأفضل لك أن تتواصل مع الآخرين لفظياً وأن تتجنب إيماءات اليد لأنها قد تكون مسيئة للبعض. رقم 2، الوطنية الشديدة. نأمل أن يكون لدى الجميع حس وطني جيد تجاه بلده، ولكن بعض الأمريكيين المتحمسين يأخذون وطنيتهم إلى مستوى آخر. تتحفظ الكثير من الدول الأجنبية عن استخدام علمها الوطني في أي مكان باستثناء المباني الحكومية الرسمية. أما في الولايات المتحدة فإنك ترى العلم في كل مكان. قد ترى علماً ترفرف في المباني الحكومية ومطاعم الوجبات السريعة وفي المنازل العادية والسيارات وشبابيك الصدريات. ويمكنك أيضاً رؤية العلم الأمريكي على القمصان والبناطيل والبيكيني. ويلقى النشيد الوطني في المباريات الرياضية، ويتعلم الطلاب تعهد الولاء في سن مبكرة للغاية. فيما في بعض الدول مثل الهند هناك قواعد صارمة لعرض العلم الوطني واستخدامه. يجد بعض الأجانب هذا التركيز القوي على الوطنية مثيراً للاهتمام. رقم 1، ضريبة المبيعات. أحد الجوانب التي تربك معظم الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة هي ضريبة المبيعات، فقد يلتبس عليهم الأمر عندما يأخذون سلعة إلى الكاشير ليكتشفوا أن سعرها هو أكثر من المعروض على بطاقة السعر. في أوروبا يتم إضافة ضريبة المبيعات إلى السعر المعروض على بطاقة السعر، أما في الولايات المتحدة فإنها تضاف في سجل الكاشير. ولجعل الأمور أكثر إرباكاً، تفرض ضريبة المبيعات من قبل الولاية الأمريكية وليس الحكومة الفيدرالية. وهذا يعني أن القميص قد يكلفك $15 في كاليفورنيا، ولكنه قد يكون أرخص في ولاية أخرى. قد يكون لدى الولاية كذلك ضريبة مبيعات محلية أو ضريبة مدينة. لهذا السبب فإن التسوق في الولاية نفسها لا يضمن أن ضريبة المبيعات ستكون هي نفسها في كل مكان. الأمريكيون معتادون على هذا النظام، وقد يبالغون تلقائياً في تقدير سعر السلعة لحساب ضريبة المبيعات. ولكن ما لم يكن لدى الأجانب مهارات رياضيات ممتازة أو قاموا بأبحاثهم، فإن التسوق في أمريكا قد يكون مربكاً كأقل ما يقال. نأمل أن يحفظك هذا الفيديو من بعض المواقف المحرجة للغاية. هل تعرف أشياء أخرى يقوم بها الأمريكيون تربك الأجانب؟ هل تعرضت بنفسك لأحد هذه المواقف المربكة؟ أخبرنا عنه في التعليقات، ولا تنسى النقر على خيار الاشتراك لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.